سلام. هاد النهار غنسافروا في الكواليس ديال الايكوميرس. هاد العالم اللي فيه مجموعه من الشباب وقيلا راكم شفتوهم من قبل اللي كيقولوا بانهم كيحققوا الملايين ديال الدولارات في الارباح. غتكونوا تشوف فيديوهات الناس اللي كيعاودوا دي زيستوار اللي خارقه للعاده، فلوس كيدخلوا بطريقه اللي هي سهله بزاف، ولكن واش هادشي حقيقي؟ واش هادشي صحيح؟ فهاد النهار غنحاولوا ما امكن باننا نديكورتيكيو العالم ديال الايكوميرس، اللي حتى انا حاولت نجرب هاد العالم كيف ما كنت قلت هذه تقريبا شي 6 شهور من دابا، بانني غنشري بعض الدورات ولا دي فورماسيون اللي كيبيعوهم الناس اللي كاينين في المغرب اللي كيديروا الايكوميرس، وغنبارطاجي معكم داكشي اللي اكتشفت فيه. فخليك معايا حتى الاخر، حقاش هاد الفيديو يقدر يبدل لك على الاقل النظره ديالك، ولا على الاقل يخليك تكتشف شي حوايج جدادين اللي ربما كنتي غافل عليهم. فبقى معايا حتى الاخر وربما بانك غتتفاجئ واحد شويه. فباش غنبدا بالسميه ديال واحد السيد سميتو وليد، واحد الوليد كيقرا في الليسي في البكالوريا ولا يلا عاد في الجامعه ولا في شي مدرسه من المدارس. غير هو وليد كان من الناس اللي ما كرهوش بانهم يديروا الفلوس بحالنا كاملين، غير هو ما كرهش بانه يدير فلوس بالزربه. فاذا به واحد النهار غيطيح في واحد الفيديو ديال واحد السيد اللي كاين في فيسبوك اللي كيقول له بانه قدر بانه يدير مليون دولار. وليد كيشوف بان هذاك الدري اللي كيقول له قدر بانه يدير مليون دولار، ما كاينش واحد الفرق كبير في العمر بينه وبين والد، وعلى حسب ما سمع في الفيديو بان باش يبدا هذا الايكوميرس واش هو يقدر يدير هذه الفلوس، ما حتاش بان يكون عنده واحد رصيد معرفي اللي هو كبير. باش ما جا بسم الله، لسيما وان هذاك السيد هضر له على واحد جوج ديال الناس اللي ما عمرهم قراو ولا القرايه ديالهم على قد الحال وقدروا بانهم يديروا فلوس بزاف. فوالد بان له بان القضيه سهله وقال هذوك باش زايدين عليا حتى انا غنبدا. فكره اللي هي صحيحه. فوالد غيبدا، ولكن فاش بدا اكتشف بان كاينين حوايج وحدين اخرين، حوايج وحدين اخرين اللي ما مذكورينش في ذاك الفيديو اللي شافوه هو واللي شجعوه بانه يبدا هذا الدومين. كيحسب له بان العالم ديال الايكوميرس هو واحد العالم اللي هو فيه واحد زائد واحد كيساوي جوج. كان كيحسب له بان العالم ديال الايكوميرس هو انك تشري واحد السلعه بثمن رخيص وتعاود تبيعها بواحد الثمن اللي هو غلا وانت غدي داك الربح ديالها سهله. ولكن مع الاسف غير مع واحد شويه ديال الوقت وليد بان له بان داك الشيء ما مشيش كيف ما كان كيتصوروا، ما تمشاش، بانه واخا حط الانرجي ديالو وحط واحد شويه ديال الوقت باش يتعلم داك الشيء، الريزولتا ما كانتش حتى ليه، ولا على الاقل الريزولتا اللي هي بعيده بزاف على مليون دولار. وتما وليد غيكتشف بان العالم ديال الايكوميرس ماشي هو داك الشيء اللي شافوه في داك الفيديو. هاد وليد يقدر يكون هو انا كيما يقدر تكون هو انت. فهنا السؤال اللي غيتطرح، علاش هادشي ما تمشاش الوالد مع العلم بان طبق كاع داكشي اللي سمعوه في داك الفيديو داك السيد اللي كان كيوصف له بان الايكوميرس سهل بزاف. ولكن الاهم من هادشي والسؤال اللي خاصنا نطرحوه هو شنو اللي خلى والد بان داك الحلم اللي كان عنده يتبخر في غضون بعض الشهور. بكل بساطه حقاش الايكوميرس ماشي بحال واحد اللعبه اللي غدوز من ستاج لستاج واحد اخر بسهوله. الايكوميرس راك في العالم الحقيقه، في عالم اللي كتعامل فيه مع بزاف ديال الناس اللي يقدر يكونوا هما دي سوبلاير ديالك، دي فورنيسور ديالك، كيف ما يقدروا يكونوا دي كليون ديالك، كيف ما يقدروا يكونوا ناس اللي خدامين معاك. عالم اللي غيكون فيه بزاف ديال الحوايج اللي كيدوروا في الكواليس. فالايكوميرس هو واحد المجال اللي قبل ما خصك تدخل له خصك تحط بزاف ديال النقاط حدا عينك، وهذا الشيء اللي ماشي بزاف كيهضروا عليه هو ان في الايكوميرس كاين واحد لا كونكورونس اللي هي طالعه بزاف، كاين منافسه كبيره بزاف. وباش دير الايكوميرس خصك تكون على الاقل ميتريزي داك الابجديات ديال الماركتينغ نيميريك، خصك تعرف كيفاش دير الجيستيون ستوك، كيفاش غتجيري اللوجيستيك ديالك، الناس اللي غيليفريو لك، اللي غتليفري بهم حتى للكليون، كيفاش يكون عندك ان سيرفيس على كليون اللي هو مزيان، حقاش التعاملات ديالك مع الكليان الا كان الكليان ماشي ساتيسفي يقدر يرول لك كاع داكشي اللي انت باني. زيد على هادشي كاين بزاف ديال لي ديفي ولا بزاف ديال الحوايج اللي غتلقاهم مخبيين اللي خصك تكتشفهم شويه بشويه، ما يمكنلكش تكتشفهم وانت عاد بادي ولا يلا عاد بديتي بشهر وتكتشفهم بالزربه، صعيب بزاف. وهذا الشيء بيان سور ما غاتشوفوش في داك الفيديوهات اللي كيبين لك بان الايكوميرس هو واحد العالم يبرق ولكن ليس كل ما يلمع ذهب. فهذوك الناس اللي كيبيعوا لك لي فورماسيون شنو هو الغرض ديالهم؟ ولكن قبل ما نعرفوا شنو هو الغرض ديالهم خصك تكون سولتي واحد السؤال. واحد السيد كيجي وكيبغي يبيع لي واحد لا فورماسيون، هو كيهضر لي على انه فاش كيدير الايكوميرس كيربح على الاقل نقولوا حنا المئات ديال الالاف ديال الدولارات، علاش غيجي وغيبغي يبيع لينا واحد لا فورماسيون 100 ولا 200 ولا 300 دولار ولا حتى 400 دولار ولا 1000 دولار ولا شحال ما بغات تكون؟ علاش غيضيع وقته هو كيصور فيديوهات باش يتقاتل بانه يبيع داك الفورماسيون؟ حيت حقيقه الامر انه هو كيبيع لك واحد الصوره، كيبيع لك واحد الوجه، كيبيع لك واحد الحلم وواحد الامل، وهذاك الامل انت كتمشي تشريه بذاك الثمن. ولكن فاش كتدخل للواقع ديال التجاره الالكترونيه كتلقى بان ماشي كاع داك الشيء اللي كان كيوصفوا لك سهل بذاك الدرجه. وهنايا نهضرك دابا على التجربه الشخصيه ديالي. قبل ما نكملوا الا كنتي وصلت لهنا نتمنى بانك دير شي جيم وبارطاجي وخلي شي تعليق اللي هو زوين، وشكرا للناس اللي كيدعمونا كاملين. كيف ما قلت في الاول تقريبا هذه واحد 6 شهور كنت درت فيديو قلت لعباد الله باغي نشوف هذوك الناس اللي كيبيعوا لي فورماسيون في المغرب، نشري عندهم دي فورماسيون وشريتهم بشكل اللي هو انونيم باش نشوف داك الوعد اللي كيوعدوا بانك لو كنت تشري داك الفورماسيون تقدر تحقق ارباح واش يمكننا نديروه ولا لا. فانفيستيت من جيبي وتقام عليا داك الشيء غالي، كاين دي فورماسيون اللي شريتهم ب 1000 درهم كيف ما كانوا كاينين دي فورماسيون اللي شريتهم ب 4500 و5000 درهم ديال الناس اللي ربما الناس اللي في كوميرس غيكونوا عارفينهم شكون هما. وكونساكريت بساعات من وقتي وانا كنتفرج في هذوك الفيديوهات باش نشوف وقتاش غنقدر نحقق الاول 1000 دولار ديالي. ولكن الاهم من هذا الشيء هو ان واش بصح هذوك الفيديوهات يقدروا يقيدوني بانني نمشي في الطريق الصحيح ديال الايكوميرس. الاهم من هذا الشيء شنو النتيجه اللي خديت من هذا الشيء كامل اللي شفتو؟ هو انه كانوا كاينين المعلومات اللي هما زوونين، معلومات اللي كانوا شي شويه دقاقين، وكانوا كاينين نصائح اللي فريمون كيعاونوا، ولكن
بعيدا على هذا الشيء كامل اللي هو زوين اللي كنقولوا دابا، هو ان هذوك المعلومات اللي كانوا كيتعطاو في هذوك لي فورماسيون واش هما معلومات اللي سريين اللي حتى واحد ما عارفهم؟ واش كانوا شي حوايج اللي انا مبعادين عليا ما يمكنليش نلقاهم؟ لا، معلومات اللي يمكن لك تلقاهم فاسيلمون، معلومات اللي بعض المرات كيكونوا بازيك، اي واحد عنده غير واحد شويه ديال الدرايه مثلا بالاقتصاد غيكون عارفهم، اي واحد عنده واحد الدرايه شويه بالانفورماتيك غيكون عارفهم، معلومات اللي هما بساط. ولكن الحاجه اللي فاجاتني اكثر هو المونك ديال لورغانيزاسيون في هذوك لي فورماسيون ولا بيداغوجي، الطريقه ديال التوصيل كيفاش غنوصل لك المعلومه. كنظن واقيلا انا في الفيديوهات اللي كنديرهم دابا على معلومات اللي هما بساطين وكنقدر بانني نورغانيزي داكشي مزيان، مع العلم بانني كنتخلص غير من الادسنس ما كنبيعش الفيديوهات ديالي، وكنحاول بانني ناخذ الوقت ونورغانيزي الافكار قبل ما نحطهم. فهذوك لي فورماسيون غنقول بانهم تقريبا كاملين مع كامل الاسف ما كانش كاين واحد الترتيب اللي هو مزيان. كان كيبدا مثلا ما غنعطيش المثال، واحد كاين واحد الفورماسيون كان فيها جوج ديال الناس معروفين في العالم ديال الايكوميرس في المغرب، واحد كتبدا السميه ديالو بي، واحد كتبدا السميه ديالو باش، راكم عارفينهم الناس اللي في الايكوميرس. يلا كيبدا يعطيك واحد لانفورماسيون واحد المعلومه وكينسى راسو، كيبدا يهضرك على الموتيفاسيون وقدر دير وما تقدرش دير. لا، انا شاري فورماسيون ديال الايكوميرس، داكشي ديال الموتيفاسيون خليني نمشي نقلب عليه في تيسا، لا سيما وان هذيك الفورماسيون دايره تقريبا ب 4500 درهم، فلا ماشي داكشي اللي باغي انا. فكان كاين واحد المونك ديال لورغانيزاسيون اللي هو خطير، والاهم من هذا الشيء هو ان هذوك لي فورماسيون كاملين اللي درتهم فينالمون ما قدرتش باني نحقق داك $1000، مع العلم بانني كيف ما قلت عطيت وقت مزيان لهذا الشيء على الاقل في 6 شهور. هذا الشيء اللي كنقول لك ماشي باش نحبطك، كنقول لك بان داك $1000 بامكاني انني نحققها من دابا واحد 3 شهور 4 شهور، ممكن بان من بعدها ممكن جدا، هي مساله ديال الوقت، ولكن على الاقل غير باش نحيدوا بها ديك الطريقه ديال الربح السريع. ربما بانها تصدق لواحد الانسان ولا لواحد جوج ولا لواحد 10، ولكن الربح السريع بالطريقه اللي كيوصفوها ما كايناش. كون على يقين بانني كنهضر معك كواحد انسان جربت تجاره من قبل، وواحد الانسان اللي عنده واحد الرصيد معرفي اللي هو لا باس به، ومع العلم من هذا الشيء كامل وبديك وبهذوك لي فورماسيون وما قدرتش باني نحقق داك $1000 في الاول بداك السرعه اللي كانوا كيصوروها هما. فالخلاصه ديال هذه النقطه ديال لي فورماسيون هو ان المعلومات اللي كاينين في هذوك لي فورماسيون تقدر تلقاهم في انترنت. قلب على الاقل شات جي بي تي، شات جي بي تي غير الفيرسون غراتويت ديالو، تسولو يعطيك دي زانفورماسيون اللي هما مزيان. كيفاش تكري سيت؟ واش تشري واحد السيت فين غدير لي بيرجومون؟ هادو تقدر تلقاهم في انترنت في دي فيديو في يوتيوب الناس اللي كيهضروا على الكرياسيون ديال سيت ويب. كيفاش تلقى الوينين برودكت؟ راه ماشي تقميره، غير واحد ليتود دو فيزابيليتي، ليتود دو مارشي قبل ما يحط هذاك البرودوي باش يبيعو. اما الناس اللي كيديروا داكشي على اللاوي كيف ما كنقولوا حنايا، كيقمر، غنجرب هذا البرودوي غنشوف واش تباع، ما تباعش غنشوف برودوي واحد اخر، ما تباعش غنجرب خمسه دقه واحده ونشوف اللي غيتباع فيهم اكثر. غنبقى نقلب واحد الطريقه اللي هي عشوائيه، ونورمالمون التجاره العقلانيه ماشي بهذه الطريقه باش كدير. نتمنى بانكم ما تواخذونيش على هذه الهضره اللي غنقولها دابا، انا ماشي هنايا باش نحبطكم، كنعاود نقولها مره واحده اخرى وغنعاود نقولها مره واحده اخرى. انا هنا ماشي باش نحبطكم، ولكن انا هنا باش نقول لك بان قبل ما اونباركي في العالم ديال الايكوميرس خصك تسلح بزاف ديال الحوايج، ما بيناتهم داكشي اللي هو معرفي وما بيناتهم داكشي اللي هو تقني. وهاد الجوج حويجات هادو ما كيجيوش بواحد الجرعه ولا واحد الشوكه غدكا فيك، لا، كيجيو مع الوقت والوقت اللي غتعطي راسك باش تتعلم. وخاصك دير دي بون سوا، وحط واحد الحلقه في ودنك بان النجاح مره فين غيجي بارازار، ولكن في اغلب الاحيان كيجي بدي شوا اللي هما مزيانين وبانسان اللي كيعطي الوقت لداكشي اللي كيدير، وعارف بان هاد المعلومات المجموعه ديال الناس غيبان لهم بانهم معلومات اللي هما بديهيه، ولكن كونوا على يقين بان كاينين الناس اللي غافلين على هادشي، بالخصوص الناس اللي مازالين صغارين واللي كيتفرجوا فيديوهات ودغيا كيدهشروا وكيحسب لهم بان غير ربح بزاف. وهنا غندوز دابا لواحد النقطه واحده اخرى اللي هي مهمه بزاف. في العالم ديال الايكوميرس راه ماشي فيها غير واحد السيد كيبيع وواحد كيشري، في العالم ديال الايكوميرس هي واحد لاندستري اللي هي كبيره. الا بغيتي تدخل العالم ديال الايكوميرس وما باغيش تكون بياع، ممكن مزيانه كاينين حويجات اللي يمكن لك تاخذهم بعين الاعتبار. غنعطيك على سبيل المثال بعض المهن اللي ما كيهضروش عليهم بزاف اللي داخلين في الايكوميرس وغدير بهم بلاصتك مزيان. نبداوهم غير وحده بوحده، وكل وحده يمكن لك تمشي سمعها من عندي وقلب فيها. قاش الواحد اللي باغي يدخل الايكوميرس بدا اول حاجه خصو يكون عنده هو انه يتعلم بانه يحط الكرسي ويقلب على المعلومات. اول حاجه هو ان يمكن لك تكون سبيسياليست في الماركتينغ نيميري، وهاد لي سبيسياليست هما اللي كيعاونوا الاشخاص ولا الشركات اللي كيبغيو يتلونصاو في الايكوميرس، عندهم واحد البرودوي باغي يبيعوه، كيجيو عندك انت كسبيسياليست كيتشاوروا معاك كيفاش يقدروا يوصلوا للاهداف ديالهم من ناحيه ديال الارقام الفلوس، كيفاش يوصلوا لي كليون، كيفاش يقدروا يديروا واحد كومبان بوبليسيتير اللي هي مزيانه، وقتاش خاصهم يطلقوا الادس، وقتاش خاصهم يحبسوه، كيفاش اوبتيميزيو السي او ديالهم. هادو دي تيرم اللي يمكن لك تقلب عليهم باش تفهمهم اكثر. شنو هو لو كونتوني اللي خصك تبريباري باش تحطو في السيت ديالك ولا باش تحطو في الموقع ديالك ولا تحطو في الصفحه ديالك ولا كيفاش تحطو بطريقه اللي هي مزيانه، وقتاش خاصو يتحط، كيفاش اناليزي الداتا وبزاف ديال الحوايج اللي داخلين في هذا الشيء. هو مجال اللي هو كبير واللي ما غتكونش فيه فوندور، ولكن غيكون عندك واحد السيرفيس اللي غتبيعو لبزاف ديال الناس اللي محتاجين. الحاجه الثانيه هما لي كرياتور دو كونتوني فيديو. انا باغي ندير الايكوميرس، عندي واحد البرودوي باغي نبيعو، باغي ندير له واحد البوبليسيتي فيديو. انا كنعرف كيفاش نختار البرودوي، ولكن ما كنعرفش كيفاش نصورو، كيفاش نصورو بواحد الطريقه اللي الكليون فاش غيشوف داك الفيديو يقدر ياخذ عندي داك البرودوي. كاينين الناس اللي يقدروا تسبيسياليزاو غير في التصوير ديال لي برودوي بطريقه اللي هي مزيانه، وحتى هنايا غتكون داخل في العالم ديال الايكوميرس
بلا ما تكون ترجم. الكوبي رايتين ولا الدرجة كوبي رايتر هما الناس اللي كيعرفوا كيفاش يكتبوا ديسكريبسيون مزيانه ديال البرودوي. انا على سبيل المثال عندي هذا الكابل باغي نبيعو، كاين الكوبي رايتر كيعرف كيفاش يكتب ديسكريبسيون مزيانه، غيهضر لي على الماتير باش مصيب، بانه راه بيوديغرادابل، بانه كيشارجي بواحد لا فيتاس فلانفلانيه طول ديالو، علاش هذا البرودوي هو اللي يصلح لك انت ككليون وماشي برودوي واحد اخر. فالكوبي رايتر كيعرف كيفاش يكتب هذا الشيء مزيان، ويمكن لك تخصص في هذا المجال، حتى هو مجال اللي يمكن لك تتعلم فيه بزاف ديال الحوايج وديماركا فيه بطريقه اللي هي زوينه. ورا لو كنضرب في الاثمنه باش كيخدموا لي كوبي رايتر في دول بحال امريكا ولا بحال كندا، راه غتصدم، راك عارف بان بفضل الانترنت اللي كاين دابا يمكن لك بانك تشد دي بروجي برا من المغرب، ولكن خصك غير تكون ضابط داكشي اللي كديرو. الحاجه الخامسه هو جيستيونير دو كوميونيتي ولا ديال لي ريزو سوسيو اون جينيرال. انا غيكون عندي واحد البرودوي ولا مجموعه ديال لي برودوي ولا غنلونسي واحد البراند، غيكون عندي واحد الصفحه، هذيك الصفحه ما نعرفش كيفاش نتعامل فيها. على سبيل المثال انا في الصفحه هنايا ديال امين بكوري، راه ماشي غير امين بكوري اللي كيجري الصفحه، حتى في التعاليق شكون التعاليق اللي غنجاوبهم، شكون هما الناس اللي خاصهم يتبلوكاو، شكون هما الناس اللي خصنا نردو عليهم، شنو هما لي بوبليكاسيون اللي خاصهم يبقاو، لي بوبليكاسيون اللي خاصهم يتحيدوا. كاينين الناس اللي كيجريو هادشي، ناس اللي كيعرفوا كيفاش يتعاملوا في هادشي، فيمكن لك بانك تخصص فيهم. طبيعه الحال هادشي اللي كنقولوا انا غير باش نوضح لك شنو هي المهنه ديالي، ولكن في العمق ديال المهنه كاين بزاف ديال لي ديتاي داخلين فيهم. الحاجه السادسه لي كونسيبتور ديال لي سيت ويب. انا فاش غنبغي نتلونسا في الاي كوميرس وغنبغي ندير واحد ستور وغنبغي ندير واحد البراند كاع، راه خاصني ندير سيت، ان سيت ويب. وباش ندير سيت ويب كاين بزاف ديال الاختيارات، يا اما ناخذ واحد السيت اللي كتلقاه واجد وانا نموديفي فيه، باش ندير الانترفاس ديالو، كيفاش ندير بزاف ديال الحوايج. هادو ناس اللي كيقدروا يتخصصوا غير في هذا المجال وكيخدموا مع الناس اللي كيديروا الاي كوميرس، وهادو غير امثله اللي هما بساطين على الحوايج اللي هما مطلوبين في الدومين واللي غيخليوك بانك تمشي حتى تدخل لذاك الدومين، واخا ما عندكش واحد البيدجي اللي هو كبير، ولكن غيكون عندك واحد الحاجه ماشي عند بزاف ديال الناس، هو انك تحط داك الشيء على الكرسي باش تتعلم، وكون على يقين بان راه رزقك غديرو غديرو، الرزق هو الله سبحانه وتعالى. دابا بغيتك تاخذ واحد الحويجات اللي هما النقاط الاساسيه كاع ديال هذا الفيديو وكاع هذا الشيء اللي كنقولوا من قبيل. الاي كوميرس مزيان، لي فورماسيون فيهم معلومات اللي هما زوينين، ولكن ماشي ديما كافيين، خاصك تكونساكري بزاف ديال الوقت باش انك تتعلم اكثر. لي فورماسيون اللي كيديروهم الناس هي واحد الطريقه باش بلاص ما تقلب انت على مجموعه من المعلومات في بلايص اللي هما مختلفين، غيجمعوهم لك كاملين فورماسيون وحده، ولكن ما كافينش. بانك ما ديرش واحد الفورماسيون هذا الشيء ماشي عائق بانك دير الاي كوميرس، تقدر بانك تمشي تقلب على راسك انت شويه بشويه، كل ما تحتاج شي معلومه غتقلب عليها وتجيبها. الربح الساهل ما كاينش، انساه بانه راه كاين وما كيجيش بالزربه، وحتى لو كان يجي بالزربه راه غير مساله حظ، وداك الشيء اللي كيجي بالحظ ماشي ديما كيبقى دايم. والنجاح ماشي سهل، كون كان ساهل بالطريقه اللي كيهضروا بها الناس ديال الاي كوميرس كون راه كلشي ناجح. الوغ كملوا بالتعلم في لابرونتيساج وعطيو الوقت لراسكم بزاف، حلموا حلم كبير من حقكم، حتى واحد ما يقدر يمنعكم من الحلم، ولكن في طريقكم باش تحققوا داك الحلم كونوا رياليست، كونوا واقعيين. وهذا ما كان معكم امين البكوري، السلام عليكم.